السلام عليكم، مساء الخير عليكم جميعا. اهلا وسهلا بيكم في نقابه الاطباء وفي الصالون الثقافي في نقابه الاطباء. طبعا احنا سعداء جدا بوجود الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد المخزنجي معانا النهارده. انا مش هنطيل عليكم ابدا في كلماتنا لانه احنا عايزين نستمتع بالمناقشه، بس انا يكفيني اقول ان تجربه الدكتور محمد غنيم في المنصوره تدل على انه لما يبقى فيه اراده قويه تقدر تعمل مشروع ناجح فعلا. لما يبقى فيه اراده يتعمل في مصر موديل لتقديم الخدمه الصحيه متميز وبكفاءه عاليه وبمساواه واتاحه لجميع المواطنين. جراحه مسالك، كنا كلنا بنتعلم من استاذنا العظيم الدكتور محمد غنيم. اللي عمل شيء جديد في مصر ما كناش متعودين عليه، وهو مركز طبي غير هادف للربح على اعلى المستويات العالميه، بيراعي ثلاث حاجات في نفس الوقت: حق المريض بالكامل بدون النظر الى امكانيات المريض الماديه، حق الطبيب بالكامل بانه بيدي الطبيب حقوقه كامله، حق البحث العلمي بالكامل بان هو في ابحاث جديده كل يوم بتتعمل جوه المركز، وفي ابحاث منشوره في المراجع العالميه في هذا الموضوع. في الحقيقه فخر لينا كلنا ان احنا النهارده لما بنقول عايزين نكرم استاذنا الدكتور محمد غنيم، هو في الحقيقه تكريم لينا احنا نفسنا. احنا سعداء ان نقابه ان الاطباء بتطرح لينا هذه القامات الشاهقه. كلنا كنا وما زلنا سعداء وفخورين بالتجربه الفريده لدكتور غنيم، مش بس علشان هي فيها العلاج المجاني لكل محتاج وفيها الطبيب اللي واخد حقه، لكن يمكن علشان كمان حاجه فريده ان دكتور غنيم ابتدى تجربه جديده في المنصوره مش في القاهره. شبابنا الاطباء احيانا كتير بيزعلوا لما بيلاقوا شغلهم بادئ في الارياف مش في القاهره. قد ايه من الممكن في مكان صغير نعمل حاجه كبيره ونعمل حاجه عالميه، مش بس على قامه العاصمه ولكن على قامه عواصم الطب في العالم اجمع. بس في تكريم بسيط من النقابه نسلم حضراتكم درع النقابه. اتفضل استاذنا الدكتور محمد غنيم، اتفضل. أشكر نقابة الأطباء والقائمين عليها لاستضافة هذا اللقاء، وأتصور أنه يعني لا يكون هناك مكان أقدر لطرح هذا الكتاب من نقابة الأطباء، فهو يعني المكان الصحيح للنقاش وللطرح واحتمالية التوقيع أيضا. تعرفنا على المزاولة المهنية في ظروف في منتهى القسوة في مستشفى القصر العيني. أنا خريج القصر العيني ونائب في القصر العيني، حيث كانت الإمكانيات شحيحة، لكن الإمكانيات اللي كانت متاحة شحيحة جدا. كما أن في الفترة دي المجلات ما كانتش موجودة، المجلات والدوريات العلمية ما كانتش موجودة على الإطلاق. مارست العمل تاني في وقت في حاجة غير مستشفى الجامعة، مستشفى وزارة الصحة، ممارسة من نوع آخر مش مختلف كتير لكن مفاهيمه مختلفة شوية. ثم أتيح عليها ان انا اسافر انجلترا وامريكا حنين للمنصوره، لان لما رحت المنصوره يعني حصل نوع من الكيمياء
الايجابيه بيني وبين الناس المنصوره، حبيتهم وحبوني. رجعت المنصوره فقلت لازم نرفض كل ما كان رفض لكل ما كان يعني متاح موجودا، سواء في الخدمه الطبيه على وجه التحديد. مجموله من الاطباء الشبان نجحوا في اجراء اول عمليه نقل الكلى سنه 76. نجاحها خارج القاهره والمجموعه مجهوله، مش اسامي مطروحه في السوق، يعني مش مطروحه، مش اثار يعني نوع من كان له دويه يعني. لكن اتضح ان طموحاتنا في الاستمرار وفي التطوير لا يمكن ان يحتويها المستشفى الجامعي انذاك. يعني فتم اقتراح انشاء وحده لامراض الكلى وزراعه الكلى. فالحقيقه كان في رئيس الجامعه دكتور عبد المنعم البدراوي الله يرحمه، لكن عنده رؤيه، اهم حاجه الرؤيه، لا في فلوس ولا في رسم ولا في اي شيء، لكن رؤيته موافق وطلع قرار مجلس الجامعه انشاء وحده ذات طابع خاص لكذا، قرار كده. لكن هي الفكره احتماليه التنفيذ والرؤيه بتاعته كانت سليمه. فدي اول حاجه العلاج. نمرة اثنين التدريب، الحمد لله تدرب لدينا بالاضافه للاطباء فعلا من جم من اوروبا تدربوا بتاع، لكن اتصور ان فوق 97 طبيب جم من افريقيا وبلاد العربيه، واهمهم الناس اللي اتعلموا بسرعه، ناس من تونس ممتازين جدا، بقوا ممتازين وعملوا مركز في بلد سوسه مرادف يعني للمركز بتاعنا. البلد الثانيه اللي كان ناس ممتازه جدا من اليمن، مستشفى الثوره في صنعاء، وتم اجراء نقل كلى هناك وحاجات كويسه يعني. طبعا دلوقتي يعني موضوع ثاني. الحاجه الثالثه البحث العلمي، ادي الثلاث مناحي اللي ممكن الواحد يشتغل فيهم كمؤسسه تعليميه جامعيه، يعني تقديم العلاج، التدريب والتعليم، والبحث العلمي. في البحث العلمي عندنا ماده خصبه اللي هم العيانين، يعني المرضى عندنا كثير، لكن اهم من هذا هو ما يعرف بدقه التدوين وعدم الخبص في النتائج، يعني تبقى دقيق في الحته دي. واحنا الحمد لله انا وكل المجموعه اللي معانا نشروا ابحاث كثيره، اعتقد عندنا فوق 420 بحث، المجموعة كلها منشورة في دوريات عالمية. وما فيش حد من أعضاء التدريس سواء في أمراض الكلى أو المسالك أو الأشعة الأقسام دي ما خدش جايزة من جوائز الدولة. يعني كلنا خدنا. لأن الموضوع بالرغم قد يسلط عليه الضوء لكنه عمل جماعي. ونعمل عملية من غير تقدير، من غير معمل، من غير أشعة، من غير تدوين، من غير تحليل، ومن غير قسم إحصاء ما تشتغلش. فهي عملية فده اللي أنا عاوز أقوله. برضو كانت هناك صدفة من باب التوفيق، لقاء في السويد بيني وبين الأستاذ مرموق اسمه أستاذ كوك، ندم عنه استطيع او الابتكار او تطوير، بلاش ابتكار كبيره، او تطوير عمليه لتحويل مجرى البول بعد استئصال المسام. وكان الناس اللي في مصر كان سرطان المسام الناتج عن الاصابه بالهلسه كتير قوي، صحيح بالهلسه اتعالجت لكن نسبه الاصابه ما اتغيرتش، فيما يبدو ان هناك تلوث البيئي خلى الإصابة عالية لهذا النوع. وكان استئصال المسالة بجراحة
ياكلوه لا ضروره وحتميه تغيير مجرى البول. يعني هنعمل ايه؟ كان الاول يعملوه في الجلد، حاجه وحشه جدا، وهكذا. يعني الحمد لله تمكنا بالاشتراك مع الدكتور كوك في ابتكار عمليه هي كيس من الامعاء الدقيقه نقدر نوصله لمجرى البول في الردان والحريم والسيدات، و بامكانهم التبول بطريقه شبه طبيعيه اقرب الى الطبيعه. ده طبعا كان انجاز كويس، كان له صدى في الاوساط الدوليه، صدى كبير يعني. فعاوز اقول ان الحكايه كلها هي مجموعه من التوفيق. التوفيق يديك حماس، وهتلوه درجه ثانيه من التوفيق هتلوه حماس اكبر وانجاز اكثر، وهكذا. يعني سلم كده متصل. زرنا في المستشفى جميع رؤساء وزراء مصر واشادوا بهذا الحكايه والكلام، وما فيش احسن من كده. طب يا ابني ما دام مفيش احسن من كده وشاف حاجه كويسه، طب نحول ده القانون بقى، بدل ما يبقى عفويه دور الفرد تبقى مؤسسيه الدوله بقى، نعمل قانون جامعه مظبوط، نعمل مش عارف وهكذا، يقوم يبقى الفائده تعم. انا شخصيا اخشى على هذا المركز بالزمن في اطار قانون الجامعة الفاسد المفسد. دايما اقول قانون الجامعة الفاسد والمفسد. يعني ليه بقى؟ يعني مثلا القصر العيني اللي هو المانيال ده، اللي هو حينما تم انشاؤه بص الدكتور علي باشا ابراهيم الله يرحمه في الثلاثينات، كان قبله للزائري. حاجه ايه ده؟ يعني ايه ده التطور؟ الوقت في دلوقتي بالتدريج في تراجع في كل مناحي، في تراجع مستمر. اتصور نتيجه قانون الجامعه. عشان نقدم الدكتور محمد المخزنجي اكثر من اللي قاله الدكتور استاذنا الدكتور محمد غنيم. دكتور محمد المخزنجي طبيب نفسي واديب عظيم، صاحب كتب معروفه. قدم السيرة الذاتية للدكتور محمد غنيم في الجزء الأولاني، والجزء الثاني قدم السيرة الذاتية من وجهة نظره هو بكلامه هو. نسمع من الدكتور محمد المخزنجي. تفضل دكتور محمد. مساء الخير. أولاً أنا شاكر لحضوركم ومكابدتكم وعساء السفر، لأنه أي مشوار في القاهرة أصبح سفر. الشيء الثاني أنا بشكر نقابة الأطباء، لأنه لما عرض أنه نقابة الأطباء تستقبل هذا الحفل، طبعا بلا تردد كان نعم ونعم ونعم، وبأولوية مطلقة، لأن ده بيت العيلة، سواء لأستاذي اللي تشرفت بإني أكتب عنه هذا الكتاب دكتور غنيم، أو بالنسبة لي كطبيب. صحيح غادرت الطب، إنما لازال أهم جزء بعتز به في نفسي هو إن أنا طبيب. الكتاب زي ما أشار الدكتور غنيم بينقسم إلى شقين أو قسمين. القسم الأول موجز سيرة على لسان الدكتور غنيم، جرى فيها التحرير والتركيز، وأعتقد أن هذا الجزء بيجاوب على سؤال مهم كنت أنا مهتم جدا أنه يجاب عليه. كيف تكونت هذه الظاهرة الاستثنائية الإيجابية المعطاءة والناجحة؟ الجزء الثاني بعنوان كاتب تشغله المعاني، وده اللي كان فيه اجتهاد، ما هي الرسائل والمعاني التي تستخرج من هذه السيرة والمسيرة العاطرة والمزفرة والنبيلة؟
مثلا حلول مدهشة لمعادلات صعبة. السيرة والمسيرة بيقولوا كده، إن إزاي يبقى فيه طب للفقراء والأغنياء على أعلى مستوى دون تفرقة اجتماعية أو طبقية أو سلطوية أو أي من أي نوع. وده موجود ومتحقق، ومحظوظ اللي شاف هذا الصرح المتألق في المنصورة واللي لا يزال متألقا. باب تاني اسمه مصري جدا وعالمي بارتياح، بيحل مشكل نحن والآخر، الغرب المتقدم أو العالم الأول والعالم الثالث أو الثالث عشر، إنه نعم ممكن إن أنت تبقى مصري جدا ولكن عالمي بارتياح، ولكن تحت شروط مش هكررها واسيبها لحضراتكم في الكتاب. باب تحت عنوان مصر تستطيع، نعم مصر تستطيع هنا، لأنه بيكثر الكلام عن أن مصر تستطيع، ولكن لما المصري يطلع في بلدان متقدمة، وأنا شايف أن ده شيء طبيعي، واللي بيرجع دي مكرمة ونبل منه، زي ما عمل الدكتور مجدي يعقوب. لكن أنه يبقى فيه مصري يستطيع أن يكون عالمياً، والعالم يأتي إلى صرحه ليتعلم، وهنا دي مأسرة عايزة استلهام لشروط إنجازها. أنا هتكلم خارج الكتاب ولكن على علاقة بالكتاب. الحقيقة كنت لسه بقول إنه الكتابة التي لا تغير كاتبها ليست كتابة، ومن ثم أي كتاب بيكتبه كاتب زي ما بيفتح نوافذ وأبواب للقارئ، المفروض بيفتح أبواب ونوافذ للكاتب نفسه. والحقيقة تجربة الدكتور محمد غنيم، سيرته ومسيرته كظاهرة استثنائية نبيلة ومجيدة تستدعي التأمل، وتأمل ينطرح على الذات، ذات الكاتب وعلى المحيط. وكل ما أتصفح الكتاب أو أستعيد مادته تتبادر إلى ذهني تأملات واستنتاجات. يعني لما فكرت إن أنا ممتن للدكتور محمد غنيم لأنه آثرني بأن أكون أول من يكتب عنه، وأعتقد أنه يجب ألا أكون الأخير، لأن التجربة كبيرة وأكبر من كتاب. فكرت في مسألة الامتنان، فاكتشفت أن أنا بمتن لممتن عظيم. هذا الرجل بدلالة فعله في الحياة هو ممتن عظيم. من 20 سنة ظهر تخريجة في علم النفس اسمها جراتيتيود سايكولوجي أو سايكولوجية الامتنان، بتقول أن الممتن شخص بيقدم شكره وعرفانه لهدية لم ينتظرها. طيب إيه الهدية اللي الدكتور غنيم قدمها عشان يعبر عن امتنانه، وإيه الشكل اللي يعبر بيه عن هذا الامتنان؟ العلم ده بيقول إنه الممتن للحياة من المؤكد أنه يؤمن إيمانا قويا جدا بأن الخير موجود في الحياة، لأنه الذي لا يؤمن بأن الخير موجود في الحياة مهما كانت الظلمات والسوءات والإجرام والفساد والإفساد، لابد أن نتحول إلى أحد عبدة الموت، وبنشوف منه النماذج قاتلة ومقتولة. هذا رجل مؤمن بأن الخير في الحياة، وامتنانه بيعبر عنه بأنه يقدم ما يستطيع وهو كثير لخدمة الإحياء في الحياة. والطب مهنة
من مهن الأحياء العظمى، ولذا دايما بشوف أن الطبيب كطبيب ده شيء موقر. ولما بقول أن أنا بعتز بأن أنا أصلا طبيب، أنا فعلا بعتز بكوني طبيب أكتر من كوني كاتب. صحيح غادرت المهنة، لكن قيمها وأحلامها وأحاسيسها لازالت هي الدافع الأساسي. فإحنا عندنا إنسان ممتن للحياة بيقدم شكره لهبة الحياة وتلقائيا إلى واهب الحياة على هذه النعمة بأنه بيخدم الأحياء والإحياء. وبدون ذلك ما كان ممكن، بدون هذه النزعة للامتنان أو روح الامتنان، ما كان للدكتور محمد غنيم أن ينجز ما أنجزه ويسير مساره على هذا الدرب المضيء بهذه القوة الروحية، وأعتقد أنها قوة روحية. الغيرية الامتنان مش بس بيعود على من نقدم إليه الامتنان بالسعادة، لا، ده بيعود على الممتن نفسه بالسعادة. ودي أحد مسالك أو الدروب السير إلى السعادة اللي أنا شايف أنه الدكتور غنيم سلك. سمة أخرى الغيرية. طبعا الغيرية موجودة ويحض عليها في كل الديانات السماوية وحتى الوضعية، لكن احنا في نقابة الأطباء هتكلم بمنطق العلم. الغيرية أو الألتروزم معروف أنه اللي بلورها كمنهج فلسفي عالم الاجتماع أو أحد مؤسسي علم الاجتماع أوجست كونت، بعد ما فقد امرأة أحبها وفي 49 وتوفت بعد حبه لها بسنة بالسل، فأحس أن الإنسان أحس بذاته يتطلب الاكتمال، وأنه هذه المغادرة كانت تكمله. وبعدين وسع الإحساس ده بالرغبة في الاكتمال إلى إدراك أنه الإنسان لا يستطيع وحده أن ينعم بالحياة، وده شيء يعني بديهي، نحن لا نستطيع أن نحيا منفردين. ويترتب بقى على مسألة الغيرية دي ماذا تقدم للغير، مش بس أن أنت تحس بأهمية الآخر كأنا خارج ذاتك، لا، ماذا تقدم له؟ فالغيرية بالتأكيد موجودة لدى الدكتور غنيم اللي بيحنو على فقراء المرضى هذا الحنو ويقدم لهم أفضل ما يوجد في البلاد ويضاهي أفضل ما يوجد في دنيا الله الواسعة. هذه الغيرية لا يمكن أن تتحقق إلا بنزعة وجدانية وشعورية أخرى، هي التعاطف، إمباثي، مش سيمباثي بس. نتذكر كلنا أغنية في التسعينيات بتقول سيمباثي is what we need my friend. أهم من السيمباثي الإمباثي. الإمباثي شعور وتماهي مع الغير كأنا خارج الذات، نحس بالإحساس بألم الآخرين وبفرح الآخرين وبارتعاش الآخرين. كل هذه المسألة لابد أن تتوافر في الإنسان اللي بيحس بالغيرية. وأعتقد أن الدكتور غنيم لديه هذا الحجم الهائل من الإنبسي، رغم أنه يبدو حدا لدى البعض ورأي أنها حدة مطلوبة في مواجهة اللجاجة والسلبيات المتراكمة على الشخصية المصرية اللي هي براء منها وتستطيع أن تبرأ منها باستعادة كل القيم النبيلة. المدهش برضو، وما دمنا في بيت العيلة اللي بينتمي إلى بيوت العلم، أنه هذا التعاطف
مش قيمة طايرة في السماء، لا ده لها أسس عضوية من 25 سنة في جامعة بولونيا الإيطالية. الدكتور جواكومو روزوليتي مع فريق بحث باحث في علم نفس الأعصاب كان بيجري تجربة على قردة المكاك عشان يحدد أي منطقة بتحرك الفك في الموتور أو منطقة الحركة في المخ، فبيدوا للقرد قطعة من الطعام وبيلتهمها وفي أقطاب مغروزة في المخ، وبيتابعوا على مونيتور أي منطقة بتومد. كان في قرد تاني محطوط له نفس الأقطاب، اكتشفوا إن المنطقة اللي بتومد هنا عند القرد اللي بيتناول قطعة الطعام، عند قرد آخر قاعد يشاهده ولكن لا تقدم إليه قطعة الطعام. وصدرت صيحة مجلجلة في علم نفس المخ والأعصاب اسمها ميرور نيورون أو العصبونات المرآوية أو خلايا المخ اللي بتشتغل زي المرآة. وقالوا بعد كده طبعا ثبت أنها موجودة في الإنسان وموجودة بكثرة تقدر 10% من مجمل خلايا المخ. إذن مصر تستطيع بالمنطق العلمي، والسبعة آلاف سنة دولي مضعوش لموجودين أضيفوا للكتاب المانيوال اللي المصريين بيتحركوا بيه وبيخوضوا فيه الحياة، ومن ثم مصر تستطيع أنها تنجب 1,000 أو 10,000 دكتور محمد غنيم، لكن تحت شروط أعتقد أن الكتاب بيشير إلى بعضها، وسيرة ومسيرة الدكتور غنيم بتؤكدها، ولكن مهم جدا أن نستلهم هذه الشروط. التعبير ده أن نؤدي ما يطلب منا ونعمل المطلوب. إذن هذه قناعة في أن السعادة لها درب آخر معناه، كما أفهمه وأظن كما فهمته سوزان طه حسين، أنه عندما نؤدي ما يتوجب علينا أداؤه في الحياة فهذه مجلبة للسعادة، وسعادة تدوم وينبني عليها. خدت من وقتكم كتير، والظاهرة استثنائية وعظيمة. أشكر الدكتور غنيم أنه منحني فرصة التعبير عنها، وأشكركم للصبر على الاستماع. أشكر النقابة وعلى الحضور، ولكن شكر خاص للدكتور محمد المخزاني اللي هو خد المبادرة. أنا لا بكتب سيرة ذاتية ولا عاوز أكتب، يعني ما كنتش دي مطروحة، لكن هو الذي بادر، وبعدين هو الذي كتب وحلل بأسلوب أدبي رفيع ومرتبط أيضا بمعرفتي العميقة بعلوم الطب النفسي. فأنا أشكرك يا دكتور محمد، ونشكركم جميعا، ويعني نشكر كل من اهتم بهذا المنتج الأدبي أتصور. السلام عليكم.